يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحج آداب وأحكام. مناسك الحج والعمرة. المناسك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج حتى فجر يوم العاشر من ذي الحجة، ثم يفرغ منها ويحرم بالحج عامة يوم التروية. والقران هو أن يحرم بهما جميعا أو يدخل الحج على العمرة فتتداخل أفعالهما. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج مفردا له عن العمرة ولا يحل منهما إلا يوم النحر، أو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. التمتع وهو أفضل المناسك على الإطلاق. عن عطاء قال: قال سراقة رضي الله عنه: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، فقلنا: ألنا خاصة أم لأبد؟ قال: بل لأبد. أخرجه النسائي. وعن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاه أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي رجاء قال: قال عمران بن حسين رضي الله عنهما: نزلت آية المتعة في كتاب الله، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه: بعد ما شاء. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد
فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف ومشى 4، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. أخرجه البخاري ومسلم. الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، وهو يشمل القران أيضا بشروطه. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، وإنا نخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، اشهدوا. وفي رواية: أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد. ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه، حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرن الحج والعمرة فطاف طوافا واحدا وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. أخرجه النسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا يدل على أنها كانت عمرة معها حج. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت مع الناس حين حلوا. أخرجه البخاري ومسلم.
وهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم استمر في حجه ولم يتحلل إلا يوم النحر، ويؤيده ما ثبت عن البراء رضي الله عنه قال: كنت مع علي بن أبي طالب حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال علي: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف صنعت؟ قلت: أهللت بإهلالك. قال: فإني سقت الهدي وقرنت. قال: وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلتم، ولكني سقت الهدي وقرنت. أخرجه النسائي. وعن أبي وائل قال: قال الصبي بن معبد: كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت، فكنت حريصا على الجهاد، فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هريم بن عبد الله، فسألته فقال: اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي، فأهللت بهما. فلما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره؟ فأتيت عمر فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت هريم بن عبد الله فقلت: يا هناه، إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. فقال: اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي، فأهللت بهما. فلما أتينا العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره؟ فقال عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أخرجه النسائي. قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إليه، وهو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولحللت معكم. وجزم بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وممن قال بالتمتع ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد، وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنهم جميعا. وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى اختيار القران لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا. وهناك مسلك وسط تجتمع فيه الأدلة، وهو أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، كالذين أكد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا حجهم إلى عمره. والقران أفضل في حق من ساق الهدي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. أما مذهب مالك وظاهر مذهب الشافعي رحمهما الله فالإفراد، ودليلهم ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أفرد الحج، أخرجه مسلم. ومعنى الإفراد في هذا وأمثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن، فدخلت أفعال العمرة في الحج، فقيل مفرد، والحق أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا كما ثبتت النصوص بذلك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحج آداب وأحكام. أشهد أن لا إله إلا الله.